انا علاش ما علقتش على بن حليمه وعلى بن نويره ما علقتش ثاني بزاف باسكو الخرطي هذا انا ما انتريس با الخرطي هذا ما انتريس با باسكو المشكل الحقيقي هو كيفاش نهضوا بالبلاد هذه ونديروا منها دوله. الو الو رحماني سا سي كوبي اترا ريبريز هذه الخطرات هذا هي مونيبوس كي ما بيجيش بور معليش 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 لا كي تسمع انت واحد يقول لك عندنا تسريبات وتسجيلات لا جودان شاف قال لك كان حاكم الجزائر وكابران كان هو اللي ديريجي في الجينيرو في الصحراء ومن بعد السيد هذا كي يهبط البلاد يقول زيطوط ارهابي وداروا كانوا مدايرين وباع الناس وشرى الناس سيسيتا مونولوج مسرحيه صح شوف 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 كي المسرحيه كي السيناريست كي الممثل جياح في زوج الامر نتاعنا تحديات نتاع البلاد نتاعنا نتاع الشعب تاعنا بفصل القياده الحاليه تحديات نتاع الشعب تاعنا درك اكبر من الناس اللي حاكمين الجزائر حاليا واكبر من هاد الناس اللي قاعده تبوق لانه التحديات درك ولات عالميه دوليه حرب بين اوكرانيا والروس نص العالم راح يضربوا المجاعه التحديات علاش ما عندناش الماء التحديات علاش ما عندناش السميد علاش ما عندناش الزيت علاش ما عندناش الفلاحه علاش ما عندناش الصحه ترانسبور التعليم علاه باسك عندنا سياسه فاشله على عندنا سياسه فاشله باسك عندنا شعب ما حبش ينظم نفسه ويحارب الظلم لو بروبليم اي لي بوليتيك وما قدرش يطرا لي شكون هو الانمي ديالو الانمي ديالو الاستعمار والجهل. شوف نعطيك حاجه الناس شوف كاع الشعوب وهذه نقولها لكم نتوما اللي تروحوا للبلاد كاع الشعوب كي يحكموا الطياره باش يروحوا لبلادهم يلحق الله صح بون ما نقدر نقول لك نهضر للناس الاخرين الناس كاع اللي تروح للبلاد في العالم بكل السوار حتى السوار اللي عندهم الحرب لي سول اللي ما مداير والو كي يروح للبلاد كي تحط الطياره في الايروبور هو اللي بومدين ولا محمد بوضياف تحكموا الفجعه خايف ما على بالوش انا خايف كي عاود يروح يطلع في الطياره وطير به يقول الحمد لله تقول هرب من جهنم وقابلين يعيشوا هذه المدله هذه انت جزائري حر داخل المطار تاعك تدخل هز راسك ما تشوفش معاه البوليسي نعطيه الباسبور بعد ما تشوفش معاه عنده 2 سكوند يفيريفي يرجع لي الباسبور ونقدم لقدام علاش نخاف انا كي ندخل البلاد علاش الجزائري يخاف يدخل البلاد علاش الجزائري الوحيد اللي عيطوا له يبعثوا له ميساج اون انولي البيي تاعك الى راست فالابل بصح هو تانولي الفول علاه اي كون تشوف سي انكرويابل ماني كان جزائريين صراحة إنه هادو لم يهضروا في اليوتيوب والله العظيم يستاهلوا يدخلوا البلاد افيس المهم مو الحكومة هادي وزدعوا تجي حكومة فري حكومة صحيحة وديمقراطية بصح هادو ما اللي راهم يهضروا على الجزائر هكذا أنا والله العظيم سمع لو كان البريطاني يدخلوا ولا ونكون عايشة ولا طول يا ربي في العمر لا سافونفيغ مالوك يا والله شوف باسكو هادو اسمح لي اسمح لي انا نطرح عليك سؤال بسيط وتبع معايا شكون خلى هاد الناس يهضروا والشعب يسمع لهم نو الشعب يسمع لهم باسكو هذا شغل يكون فاهمك هذا شغل كيما زيتوت عنده شغل لا ميثودولوجي كيفاش يعطي للناس فاهم صح تبعني تبعني مليح باش ما نطول شوف باش ما نطولوش نعطيك التفسير تاعي انا وفكر فيه باسكو راك فتك راك في 4 مينوت شوف كون جا المجال الاعلامي في الجزائر مفتوح يعني يخليو مثلا الناس القاريه تهضر لي سوسيولوج واحد ما يسمع لهادو باسكو كي يغلقوا المجال الاعلامي في الجزائر عادت الناس تحوس على المعلومه تسمع لهاد البوقوق والكوابه بصح كون فتحوا المجال الاعلامي مفتوح
شنو مجال الإعلام يعني ما فهمت وش سيكو اسم اللي تي اللي تي زعما كيما اللي كيما اللي شان التلفزيون هذوما لا 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 إيه اللي شان التلفزيون كامل مجال إعلامي مفتوح مثلا بار اكزومبل نقولوا يديروا مثلا ان ريبورتاج حقيقي بدي تيمونياج على التسعينات ما بقاش الشعب يمن باللي المخابرات هي كانت الارهاب كون داروا مثلا كاين حوايج بزاف يديروا في المجال الاعلامي باش يقضيوا على هاد الناس اللي حقيقه ما تقول في والو اقعد تسمع زيتوت منا على 25 سنه ما توصل للوالو شوف زيتوت هذا شوف هو قطف هذا هذا قطف قطف في المخابرات تاعنا وهو اللي بسبتو بسبتو هو انا واحد كان موت وطلش نحاسبو يوم القيامه بسبتو هو اللي رجع المخابرات تاعنا مخابرات ارهابيه انا بيرسونيلمون جيتي توجور فيير بلا بالسيرفيس سيكوري تاعنا سوا زيتي فوا كيما نقول لك سور لا بون فوا او بيان سور لا موفيس فوا صح جيتي فيير باسكو على بالي كانت عندنا السيكوريتي ميليتار تاعنا حاجه كان حاجه دو اوت حاجه كبيره انا كان انا كنت نفتخر بالسيكوريتي ميليتار ما بصح كي جا الامبيسيل هذا تاع زيتوت وهذاك تاع امير ديزاد والله راه سانسيرمون غير سي مالي يهضروا على لي سيرفيس سيكوريتي اي وي بصح نشوف لا سي مالي باسكو علاش انا ما كان عندي زوفيسي وكذا من الناس القاريين عندهم مستوى عالي ماشي زعما مستوى عالي ديجا تاع واحد تاع برمي واحد فيهم انت الله يسلمك عنده مستوى عالي ما عندي جانا بي سي ما يعرفش ما با يدير معادله ما يعرفش يحلها يجي يهضر عليهم والله صافي ان شاء الله يضربونا بالنيوكليير باش تخلص الجزائر هذه ونعاودوا نشوفوا بلاصه جديده ان شاء الله تبدا ان شاء الله ان شاء الله بون دونك راني فهمت لا كونيكسيون راني فهمت سيك لا غالب الريزو تاع الجزائر ميرسي بوكو بور لانترفونسيون سا سي ديكونيكتي اون باس او بروشين ابل الو خويا صحه فطورك صحة رمضان صحة عواشرك مرحبا بك ان شاء الله صحتك راهي مليحه جوزيف جي با بري مي راني تبعك ان شاء الله الله يسلمك على بالي في دار الاوديتور مرحبا بك ونطور شوف الميساج اللي بعثوا لك انا بعثت لك جو سون بابا تاع واحد ستي تحبوا بزاف كيف حاب تنرفيني في رمضان والله كيف هذا لا والله ما نقدرش نشوف الميساج درك باسكو راني نهضر معاك نعم اش بوفور الميساج كي نهضر معاك ايه معليش يا بوتسوسي وراها باش نقول لك درك باش تلقى لي انتيريسون تاع بنادم تشتي بزاف ترا بيان اكسيلون الفايده عندي واحد دو طوا برك تفضل تفضل مرحبا بك بسم الله الرحمن الرحيم باش كيما نقولوا الجماعه بك انا نهضروا على الحكايه تاع التسعينات يا ودي احنا التسعينات عشنا ما حكاوناش عليه هذه وحده معينا دي فوس بحر خرجوا ريكيبيريو على واحد كنت نسكن بكري في القبه معينا خرجوا ريكيبيريو ليدوي ونعطوا بيعهم في واد كنيس والحديد قياس فوالا هذه هي